إلى متى الاستقامة؟ إلى متى الاستقامة؟ إلى متى الاستقامة؟ الفتن كثيرة من حولي، وكلما استقمت انكسرت أو تعثرت في طريقي إلى الله. إلى متى الاستقامة؟ هل هناك أمل؟ هل هناك معية إلهية؟ يا من قررت أن تبحر إلى الله، يا من قررت أن تهاجر إلى الله، اعلم أن هناك درجة ستصل إليها، وهذه الدرجة هي درجة الاصطفاء الإلهي، وهي درجة الولاية والحب الإلهي. هذه الدرجة وهذه المرحلة هي التي ألفت من أجلها مئات المؤلفات، مؤلفات كثيرة عن السلوك إلى الله، الطريق إلى الله، كيف الوصول إلى الله. يعني إيش كيف الوصول إلى الله؟ يعني هؤلاء العلماء عندما ألفوا هذه الكتب ألفوها بإدراك ومشاهدة ويقين وعلم أن هناك درجة بعد فترة من المجاهدة يصلها الإنسان في الدنيا، وهي الدرجة التي تتحقق فيها الوعود الإلهية. ومن هذه المؤلفات كتاب ابن القيم مدارج السالكين، وتكلم فيه عن الكرامات وعن كشف الغطاء وعن المكاشفات وعن المعرفة وعن يعني أمور كثيرة. هذا العالم هو عالم حقيقي يا إخوة، أقسم بالله عالم حقيقي. درجة معينة إذا وصلتها فتحت لك الآفاق. إذا استقام الإنسان فترة معينة من الزمن بالاستقامة والطاعة وتجديد التوبة دائما والمثابرة والمجاهدة في عبادة الله والوصول إلى حبه جل جلاله، تأتي فترة من الفترات القلب هذا يتحول إلى أبيض كالصفا. هذه الدرجة التي يصل إليها الإنسان من بياض القلب، سبحان الله، ينكسر حاجز السواد والران، لا تبقى في قلبه ولا نقطة سوداء، ويتحول إلى أبيض كامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبيض كالصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا حديث النبي الصحيح صلى الله عليه وسلم. إذا استقام الإنسان فترة معينة من الزمن بالاستقامة والطاعة وتجديد التوبة دائما والمثابرة والمجاهدة في عبادة الله والوصول إلى حبه جل جلاله، تأتي فترة من الفترات القلب هذا يتحول إلى أبيض كالصفا. هذه الدرجة التي يصل إليها الإنسان من بياض القلب، سبحان الله، ينكسر حاجز السواد والران، لا تبقى في قلبه ولا نقطة سوداء، ويتحول إلى أبيض كامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا حديث النبي الصحيح صلى الله عليه وسلم. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من استنارة القلب، تكشف له الحقيقة وتبدأ تتوالى عليه الكرامات. إذا وصلت إلى الحب الإلهي، وصلت إلى كل شيء، خلاص أنت محظوظ، أنت دخلت في الحظ العظيم. فإذا أحببته كما ورد في الحديث القدسي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وما يزال يعني الاستمرارية، مستمر مستمر يتقرب إلى الله. لابد أن يكون عندنا هدف يا أخوة، وهو هدف الولاية وهدف الجذب الإلهية والكرامة الإلهية. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يسعى، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني باختصار، ستكون مستجاب الدعاء، ستكون في الحماية والحفظ والرعاية والولاية الإلهية، الله يدبرك يتولاك، ستكون ممن
إذا أقسم على الله لأبره، كما قال المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. باختصار، احفظ الله يحفظك يا أخوة، يا أخوات احفظ الله، في الخلوات احفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك معاك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.